سلام عليكم. بوكو تستعد لإطلاق الجيل الجديد لواحد من أنجح أجهزتها بالعام الماضي بمواصفات وسعر تنافسي شديد. فشنو هذا الجهاز وشنو سعره ومميزاته؟ هذا اللي راح تعرفوه بهذا الفيديو. مرحبا، أنا حسن من قناة تك تايم، وأهلا بكم في فيديو اليوم عن البوكو M3، وحش جديد من بوكو نازل لأسواقنا قريبا إن شاء الله. ظلوا يانا. طبعا البوكو M3 برو هو وريث محسن للبوكو M3 اللي أطلقته شاومي العام الماضي، وحقق هذا الجهاز نجاح ممتاز في أسواقنا اللي تهتم جدا بخلطة المواصفات مقابل السعر الزين. M3 برو برأيي يغطي وبزيادة نفس المبدأ. فإذا تدور جهاز $170 وأقل شوية، أو يعني حوالي 250 ألف دينار، اسمع مواصفات البوكو M3 للنهاية، راح تعجبك صدقني. لكن قبل ما أكمل المواصفات، لايك سريع من إيدك الحلوة واشتراك إذا ما مشترك بالقناة، ومشكور على الدعم أكيد مقدما. أرجع للبوكو M3 برو. صح تصميمه بلاستيكي تماما ظهرا وإطارا، ووزنه تقريبا هو 190 غرام، والشاشة راح تكون IPS LCD لكن بتردد 90 هرتز، وإضاءة تتجاوز 450 نتس. دقة الشاشة Full HD 1080x2400 بيكسل، طبقة حماية من كورنينج من الجيل الثالث، وهذا طبيعي جدا ومقبول للجهاز بهذه الفئة السعرية. لكن البصمة كاباسيتيف جانبية مدمجة بزر الطاقة سريعة الأداء كعادة شاومي في كل أجهزتها. عندك سماعة وحيدة كنظام صوت أسفل الجهاز، لكن مدخل سماعة 3.5 ملم موجود أيضا أسفل الجهاز. البطارية بالبوكو M3 برو عملاقة حرفيا، سعتها 5000 ملي أمبير، تمشيك يوم عمل بشكل مريح جدا. لكن خلي في بالك نقطة أساسية بالبطارية، إنه الشحن هنا صح سريع لكن متواضع فعليا، وقدرته 18 واط فقط. هسا أكيد أنت دا تنتظر الجزء الأهم بأي تليفون، وهو المعالج واللي راح يشغل M3 برو، واللي راح يكون من ميديا تك، وهو الدايمنسيتي 700U. هذا معالج فئة متوسطة حديث من ميديا تك، يدعم تقنية 5G، ومن حيث الأداء أداء مقارب جدا لمعالج كوالكوم من الفئة المتوسطة السناب دراجون 730G. هذه الأرقام أمامكم للأداء ما بين المعالجين في منصات قياس الأداء المختلفة. الرامات راح تكون بسعة 4.6 جيجا بايت من نوع LPDDR4، والذاكرة UFS 2.2، وبسعة 64 و128 جيجا بس. عندك أيضا بلوتوث 5.1 حديث، NFC من الطراز الأحدث، وإنفراريد، موجودات كلها بالM3 برو. الكاميرات متعددة خلطة تستخدمها شاومي بغالب أجهزتها المتواضعة بالسعر، وهي عدسة سيلفي بقوة 8 ميجا، عدسة أساسية بقوة 48 ميجا بكسل، وعدستين ماكرو عمق بقوة 2 ميجا. لكن حركة جميلة من شاومي إنه راح تقدر بالبوكو M3 برو أن تصور فيديوهات 4K وبمعدل 30 إطار بالثانية من العدسة الأساسية. خلاصة القول أصدقائي، البوكو M3 برو راح يوفر تجربة سلسة بشاشة 90 هرتز وحجمها الممتاز، أداء بمعالج جيد جدا مقارنة بسعر الجهاز الأقل من $170، وبطارية أيضا عملاقة رغم الشحن المتواضع حتى بمعايير شاومي، وكل هذا بسعر ما يكسر الميزانية بأي وضع. أنتوا شو رأيكم أصدقائي بالبوكو M3 برو؟ وشنو رأيكم بسعره ومواصفات؟ شاركوني آراءكم وتعليقاتكم، وأشوفكم بالفيديو الجاي. في أمان الله.